كل الشكر للجمعية الكويتية الطبية على إحياء هذه القضية والمبادرات التي انطلقت من هذا المؤتمر اللي دعم القضية الفلسطينية، وهذا لا يختلف عليه اثنين. فالكويت اعتادت حكومة وشعبا وبرلمانا وك يعني جهات النفع العام جميعها تدعم القضية الفلسطينية صفا واحدا، وهذه القضية التي يعني اعتدنا أن نختلف في كثير من القضايا، لكن في هذه القضية تحديدا تجد اصطفاف كامل يلي اصطفافنا في محاولة حمايتنا لبلدنا الكويت، كما حدث الاصطفاف في المقاومة. اليوم نجد الكويتيين مصطفين دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني ودعما للحالة الإنسانية الفلسطينية، وهذا الاصطفاف على جميع الكيانات باتفاق كامل، وهذا ما تعودنا عليه منذ بداية النكسة إلى اليوم. بالعكس، احنا كل الإجراءات اللي ممكن أن نسهل فيها أي دعم للقضية الفلسطينية احنا لا نمانع في ذلك. اليوم المبادرات اللي أطلقت، مبادرة سواء استقبال الجرحى اللي أطلقناها لله الحمد في البرلمان، مبادرة إرسال الأطباء ومحاولة الضغط على التسهيل على إجراءاتهم، هذه أيضا من المبادرات المدعومة، واستقبال الأطباء واستقبال أسر بعض العاملين في الكويت من خلال الالتحاق بعائل وغيرها من الإجراءات، كل ما يدعم القضية الفلسطينية وثبات واستمرارية ثبات المقاومة الفلسطينية سيتم دعمه بإذن الله في جميع الأصعدة.